اخونا ضيف في الاسئله هادو خويا تخربيقه. كان عرفنا البيرمي مدونه السير خصك تكون عارف القانون، عارف البلايك، عارف هادي وعارف هاديك شي معروف. ماشي مثلا نحط لواحد السؤال ديال واش هاد لا دوز ديال السكيريه واش تقدر تاثر عليه ولا لا، هادشي ما عندناش به غرض حنايا. وعاوتاني خويا شي تخربيق هادشي اللي لا ندوز شحال هادي دوز شهر جوج. وبالنسبه لهادشي واش اقرب هذا من نجاح لا؟ راه شتي البارح، البارح الرباط كله 0% واحد المنجح. اذا اخويا شي خصنا نبدلو، خصنا نعاودو النظر في هادشي، وهادشي اللي كاين. وهادشي اللي طبق في الرباط انك طبق حتى هنا في كازا؟ طبق في المغرب كله. وألف سؤال تما كتفاش تبع لا مبالغ فيها بزاف، ألف سؤال قاطعة شوية. وكنت السميو كانت شوية فهمتي، خصها تكون ديك 300 400 سؤال مزيانة باش واحد يعرف قانونه صافي. اخويا الا قلت لك دابا اخويا انا ما شي سكيري وما كنعرفش في هذا الشيء فهمتيني. واخويا اسئله عابطه وصافي. وبالنسبه للدري الصغير، الدري الصغير هذيك وراك وديك سيده في غير تضرب، هذيك خصها تكون قاري الميدسين باش الله يشوف الحاله ديالو. وشوف شوف قدر وقدر، عاوتاني يقدر يموت، يقدر يبقى حي، يقدر يطرى ليه والو، هذاك الشيء اللي كاين قدر الله وقدر. انت هادشي كامل زعما شنو الغايه منه في نظرك؟ ان انسان يدير واحد الاسئله بحال هكا باش يصعبوها على دراري ويهضر بشي اسئله. هو قال لك باش اي واحد يقدر ياخذ بيرمي، هادشي اللي طبقوا حاليا، ولكن اخويا متخربيق هادشي اللي جاني فهمتيني؟ داك الشيء اللي كاين. واحد بعض الاسئله غريبه في البيرمي ديال، شنو رايك؟ بصح دوك الاسئله جداد جاوني في شكل شويه راه بحال القانون الجديد ما عجبنيش، وحنا الحمد لله دزنا قبل سلكنا. هو الدري تا هو تزقل يلا دوز قبل مني بشويه. تابعت الاسئله؟ تابعتيهم انت؟ شفت دوك الاسئله طلعوا لي شي وحدين البارح في انستغرام. شنو اللي بان لك غريب فيهم في دوك الاسئله؟ بان لي الصياغه ديالهم في شكل ما شي حاجه لا علاقه لها بالبيرمي، بحال داك السؤال ديال قال لك شحال شرب شي جوج كيسان ولا هذاك السؤال جاني في شكل بقيت كنضحك البارح. باش غيعرفها، باش غيعرفها يعني تكون سكون سكيري. بالنسبة كاين سؤال آخر اللي كان مطروح اللي قالوا بين الدري الصغير راكب اللور ولا درتي أكسيدون شنو غيوقع للدري واش فين غيتضرب؟ هذا السؤال طرحوا عليه. شنو نظرك؟ على حساب الأكسيدون باش نعرف أنا كيفاش غيتضرب. يعني خصك تكون طبيب. خصك تكون طبيب وتكون ميكانيك وتكون سكيري باش تجاوب على الأسئلة هذو. شنو اللي خلاتك تفوت يعني الدراري اللي باغي يموتوا؟ هي مو واحد الناحيه راه مزيان ملي بدلوا القانون، حيت في الاول كان غير جي حفظ بي دي اف دوز نجح، ما كنتيش كاع كدير واحد المجهود. دابا بنادم غادي يتجهد وغادي يحفظ بزز منه باش يجيب شي حاجه باش ينجح. ولا برا الشيء البارح راه اغلبيه سقطوا هذيك المحاله ما والو وانا رفلتناها. الله يبارك فيك. الله دوز سلام خويا بخير. خويا دوزنا اليوم من ناحيه بيرمي، دوزنا من السنف دي الكار خو اسئله شويه صعاب صراحه. البارح اكشرين في المغرب، اكشرين في المغرب سقطوا البارح، اليوم شويه رخفوا عليهم شويه ولكن ما رخفوا والو، باقي الاسئله نفسهم هما صراحه. شنو السؤال اللي جاك صعيب انت اليوم بالك غريب؟ من ناحيه الاسئله حطوا شي بحال الطوناج، زعما الطوناج زعما زعما اسعاف زعما شي واحد، انت خاصك ما قاريش على هادشي فهمتي، ماشي طبيب انت ولا هادي، عرفتوني العقوبات وداك الشيء، خاصك تكون قاري القانون شويه وما تدخلوش في شي صراحه. كاين شي حوايج ما عندهمش علاقه بحال واحد قال لك واحد سكران فهمتي، انا جه من هنا واحد سكران قال لك واحد سكران دخلوه معانا. قال سكران قال ما قال لك زعما شحال كيشرب ديال الشراب يلا واش الا كان زعما شحال ديال الشراب كيشرب يلا ما خصوش اصلا يكون سكران. هذه هي المشكله، دخلوا لك شي في شي مات فهمت حتى والو، جايبين 32 في الكود يعني دوزي الكار معولين. دابا دوزتي شحال شي مسؤول؟ جبت 32 صحيحه، خاصني نجيب ماكسيموم 38 فهمتي. يعني في الكار زيد عليها الكار خاص 46 فيها كلها، ولكن انت خاص تجيب 38. وبالنسبه لمال الطوموبيل ما تلاقيش مع شي وحده هنا عندهم فيها بيرمي بين اللي كانت شي اسئله غريبه عندهم؟ هي اكثريه من الدراري صراحه على هما خاصهم ينجحوا على 32، اكثريه الدراري مع الصباح ما سقطوا 31 هادي، حط لهم شي اسئله قال لك في المنصه، ملي كتدخل المنصه ما كتلقاش داك الشيء، تلقى غريب. اليوم كان السوق بزاف كان شويه السوق ما دابا قال لك دارو شي اتصالات صافي شويه كاين شويه النجاح، ولكن اكثر دابا ملي حضرت انا كنت واقف هنا كنلقى الدريات شي 29 شي 30 هادشي اللي كان كنتمناو. شوفوا دابا انت غتعاود؟ انا عطاوني دابا الشهر 4 ان شاء الله. شنو تقول لهم؟ وكنتمناو الدوله تشوف من ناحيه هادشي ديال الشباب، حيت الطبقه الفقيره ما كيشوفوش فينا الصراحه الله، هادشي اللي باغي نقول لك.